الدويتو بين الفنانين يمكن في فتره من الفترات بعمر انتشر بشكل كبير، خاصه بين فنان وفنانه. وفي هناك فنانين كثار يسوون دويتو، لكن يعني خلينا نقول يمتنعون عن المشاركه ما بينهم بين فنانه، يحب ان دويتو تكون او يكون بينه وبين فنان، يمكن واحد فيهم بعمر. انا بالعكس، انا يعني دائما الدويتو بالاول والاخير هو يكون بالعمل نفسه اللي تقدمه، بغض النظر عن فنان او فنانه، بغض النظر عن فنان او فنانه، خدمه العمل نفسه. يعني اذا كان يحتاج دويتو بالعكس، يعني دائما هو يعني انا واحد من الناس، يعني عشان الكل يعرف، ما عارض اي شيء جميل دام انه يضيف لي ويضيف حق اسمي قدام الناس. بالعكس ما عارض يعني دويتو مع فنانه مع فنان، يعني اذا حصل مثلا القيمة مطربه، اهم شيء إيه، اهم شيء القيمه اللي انت قاعد تقدمها. اذا حصل لك مطربه وطلبوا مثلا تقدمون مع بعض دويتو، ما تمانع؟ لا ما في مانع، بالعكس. يعني زين، مثلا نفترض اسم ودك انه تقدم مع دويتو، او يعني فكرت في يوم من الايام انه تقدم مع دويتو؟ وايد اسماء، يعني وايد اسماء بالساحه الفنيه موجوده وممتازه، و يعني من غير ذكر اسامي، بس يعني اسم يعني ممكن انه يوالم. انا بالنسبه لي اظن يعني انه يعني اظن انه انغام، يعني يعني الصوت يعني اللي قريب مني، يعني انا احب صوته واحب اسمع لها، فممكن. صح، اختيار موفق صراحه. شكرا، ان شاء الله ننطر هالتعاون. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.